السلام عليكم المحسنين، الله يرحم لكم الوالدين. لما تعاونوا معايا راه الوسط الدار كامله طاحت ليا. العايل كان قال لي ماما عطيني يشرب، ملي جبت له يشرب طاح ديك السقف. قلت ايا مشي جيب لي خاك ايا هنايا نعس، ما نعرف دابا تكون شي حاجه وقعت له. جات ايا طاح لي هذاك السقف، راه هو هي على كتافه. دابا باش نعمل الراديو، ما عنديش باش نكري ولا باش ناكل ولا حتى حاجه. الله يرحمكم الوالدين المحسنين، لما تعاونوا معايا داخل الوطن وخارج الوطن مرشحين، تعاونوا معايا. الله يرحمكم الوالدين، تاسفوني شي شويه. الله يرحمكم الوالدين، راه ما عندي باش ناكل لا باش نشرب لا والو. راه انا مكرفصه وليداتي مكرفصه، راه تزاد العواء الراجل مره غدا مره ما غدامش. الله يرحمكم الوالدين المحسنين، لما تعاونوا معايا. الله يرحمكم الوالدين، لما تعاونوا معايا. راه ما عندي ما ناكل، ما عندي ما نشرب ما والو. حتى باش نمشي نكري ما عنديش باش نكري، وكان عندي عفاس باش نكري وخرجت من الدار. على ولادي تقتل يجي واحد من ولادي. الله يرحمكم الوالدين المحسنين، تعاونوا معايا تعاونوا معايا. الحاج انا مشيت نجيب العالي يشرب، يلا وصلت للكوزينه حتى كنسمع داك الشي بوك. قلت لها شنو كاينه ايا؟ قالت لي ماما السقف وسط الدار طاح لي. قلت لها شوف لي خاك في البيت، دابا كنت ادا جات تشوف خاها هنايا طاح لي هذاك الطفرة، هو هي على الكتف ديالها. دابا هاد اليد هذه ما كتقدرش تحرك، دابا خصني نمشي نعمل لبنتي تصويره، ما عنديش باش نعمل تصويره لبنتي، ما عندي حتى باش ناكل، ما عندي حتى شي حاجه. البوطيه الاخرين عندي خويه. الله يرحمكم الوالدين الحمامي، الله يرحمكم الوالدين. لا ما نشوف من الجهه ديالي، راه عندي ثلاثه العواء والراجل مره خدام مره ما خدام لي وكايا وكنخلص الموضوع وكنخلص كلشي. مول الدار مني عيط لها كتقول لي خويا لي. دابا انا مني على خويا في عمشي نعيش ولادي في الساقه ولادي معربهم، عندي ثلاثه دلعوا الدار الوراثه هادي. قولوا لي الله يرحمكم الوالدين المحسنين، ما عاونوني عاونوني المحسنين، الله يرحمكم الوالدين عاونوني. السلام عليكم الاخوه الكرام، معكم رضا خيروني فاعل جمعويه الساكنه الحومه الحاج مختار. كنشكروا السلطه اللي حتى هي قامت بالدور ديالها، اتصلنا بها وهضروا معنا. هاد الناس هادو كيما جاني الخبر ديالهم مع ديك الجوية 9 ولا 8، جاني الخبر ديالهم قال لك السقوط شي دار طاحت. الناس جاو عندي قالوا لي اسكت عاوننا، ما عرفتش باش نعاون. جيت من جبرت هذه الكارثة هذه العظمى، جبرت السقوف طايح والسيما هنايا والماء على الناس والناس مساكن دراوش. المرأة ما خدامة، شي راجل ديالها بابا كيخدم معاها كيعيس سيدة في الشارع ما عندوش، وعنده واحد جوج البنات ديالها فين غيخرجوا؟ البنات انا عارف المجتمع ديالنا هنايا راه البنات راه خطر. وكيما كتشوفوا الحالة ديالها مسكينة، راه ما عندها ما تكسب حتى بلاصة، ما عندهاش ما عندها والو. عاتيني كتشوفوا الحجر مسيب والحوايج عندها بالي مساكن. كنتمناو مرشحين العمده ولا الوالي ولا الحمامي ولا غيلان يتعاون مع هذه المراه هذه مسكينه، يوقف معها يكري ولا 10 4 شهور ولا 5 شهور. مسكينه راه ما عندهاش، اللي كانت عندها ما تبقاش هنايا ويجيو الصحافه ويصوروا. هي كتخلص كتمشي مسكينه كتجفف ولا شي حاجه كتخلص كرا ديالها، هي ما كيسلى حتى شي واحد كرا، ما كيسلاش هي، ما كتعرفش في الدار ولا شي حاجه، هي كطالب الناس يعاونوها. الله يجازيكم بخير. الاخوان ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن مرشحين العمده الوالي غايله الحمامي، الله يجازيكم بخير. هذه راه مقاطعه ديالكم، مقاطعه اكبر مقاطعه من ما كذا. خصكم تشوفوا الحاله ديال الدراويش الساكنه ديال الحي صدام حاج مختار، راه كيعانيوا بزاف د الحاجات. راه كنقول